قبل ليلة حضرتك قلت ان احنا عندنا امل في ميدالية من ميداليات طوكيو هل ده كلام بجد ولا ده طموح لان انت قلت للراجل قبليها باربع خمس شهور احنا هناخد البطولة احنا عندنا امل في ميدالية من التلاتة اه اه على طول بقى انا قلت انتهى عهد التمثيل المشرف مفيش حاجه في الجيل ده واللعيبه دي حاجة اسمها تمثيل مش رايحين رايحين اليابان نتفسح ونلعب ونرجع. لازم الناس تحس إن حتى لو ما جبناش ميدالية لكن كنا نستحق ميدالية. والجيل اللي راح توكو سنة 64 yeah. وطلع, المركز oh. وطلع المركز الرابع وطلع المركز الرابع. الحمد لله رب العالمين الجيل ده يقدر يحقق الحاجة دي.